مصيبة. خير يا بابا؟ بابا وماما غيروا رأيهم ورافضين أطلع الرحلة. ليه؟ هما كده بميت رأي وكل شوية غيروا رأيهم. اسمع، هندهلك ماما تحاول تقنعها، أوكي؟ يا بنت أنا مش مجنونة صحيح. قولي بس للمسيو اللي انتي وبابا رافضين اطلع الرحله، مين هيوديها ومين هيجيبها؟ السواق اجازته يوم الجمعه، وحرام اصحي بابا وهو بيرجع متاخر، وما اقدرش اسيب اخوها وانسى. وانا مالي؟ يعني ايه يا ايفا؟ انا حلتها يا ماما. ازاي؟ المسيو هيوديني ويجيبني. لا لا يمكن طبعا. هوديها. الله يخرب بيتك، حرام نتعب المسيو. هو ما عندوش مانع، مش كده يا مسيو؟ لا ما فيش تعب خالص، احنا ما كناش عايزين نتعبك. لا ولا تعب، ده انت حتى في طريقي. اظن المساله كده اتحلت. حاضر يا ايفا، تحب حضرتك تشرب ايه؟ ممكن اشرب فنجان قهوه. مظبوط. اوكي ميرسي. ميرسي اجدع مسيو في مدارس مصر كلها. اسمعي، تستنيني يوم الجمعه في البلكونه، اشاور لك تنزلي، مش عايزه اقعد اضرب كلاكسات وازعج الناس يوم راحتهم. ماشي؟ حاضر. ماشي. سامحني يا رب، انا عارف ان انا مش باجي لك غير لما يكون في مشكله، بس انا عارف ان رحمتك واسعه. الزهر اني بحبها فعلا، بحبها ومش قادر استغنى عنها، ببقى عايز اشوفها على طول. قول لي اعمل ايه يا رب؟ اقول لها اعترف لها؟ يا ترى هتحس بيا ولا هتروح لزملاتها تبقى فضيحة الأستاذ اللي نسي نفسه وحب تلميذة ويدي احترام الناس ليا وثقتهم فيا؟ يا رب قولي اعمل ايه. انا محتار وحاسس ان انا هتجنن. أنا حاسس بمشاعر عمري ما حسيتها في حياتي. صباح الخير يا مسيو. صباح النور يا إيفا. اتفضلي شيلي بقى اللي أنت حاطاه في وشك ده. ليه؟ ليه؟ أنت مش سمعتي الأستاذة قالت إيه على الممنوعات؟ المكياج في الرحلة ممنوعات؟ المكياج، الاكسسوار، اللبس الغير محتشم. بس ده جوه المدرسة. جوه وبره، لو رحت كده هيرجعوكي بعد ما يسمعوك كلمتين على الأدب والأخلاق. المكياج قلة أدب؟ اسأليهم هما بقى. ده كبت. كبت. كاتيه ولا كرواسون؟ لا مرسي يا ايفا. ما تخافش، عامله حسابك تلاقيك حتى ما فطرتش. اول انا ما فطرتش فعلا. طب باتيه بقى ولا كرواسون؟ باتيه. ايه رايك بقى في كوبايه نسكافيه سخنه كمان؟ ده ايه الدلع ده؟ انا عندي كام مسيو. مرسي يا ايفا. البنات دول عاوزين ينزلوا وسط البلد.
ممكن يا مسيو جورج تروح معاهم؟ اه طبعا بيان سور. اوكي ميرسي. يلا بينا يا بنات. طب انا دلوقتي هروح مع مين فيكم؟ انا عارفه اسكندريه كويس. وانا كمان، وبعدين خالته ممكن ترجعني. وانت يا ايفا؟ انا معاك. اوكي بصوا، نتقابل كمان ساعه عند الكافيه ده. اوكي. ايه فسحني فين؟ فسحك طبعا، مش احنا بقينا لوحدنا دلوقتي؟ على فكرة أنا مسافرة لندن بكرة الصبح وهقعد 4 أيام. يعني ما جبتليش سيرة عن السفرية دي؟ أبداً، كل حاجة حصلت بسرعة. أصحابي كلموني امبارح بالليل من لندن واشتريت التذاكر النهاردة الصبح. في ديفيلي مهم جداً لازم أحضره، وكمان عدى على المحلات أشوف أحدث خطوط الموضة. هتوحشيني أوي. وأنت كمان هتوحشني قوي. عموما انا هكلمك كل يوم على الموبايل. للاسف هسيب الموبايل في البيت. ايه ده ليه؟ حركتي هتكون كتير واخاف انساه هنا ولا هنا. طبعا هوصلك المطار. لا ما بحبش الرجعة. طيب اول ما توصلي كلميني عشان اطمن عليك. على الاقل بقى نتعشى النهارده مع بعض. اوكي. كل ده لف، انا رجلي ورمت يعني. ايه يا مسيو، ده انت لسه شباب. اه طبعا لسه شباب. قصدها ايه البنت دي؟ انت عندك كام سنه يا مسيو؟ اشمعنى؟ اصل انت شكلك صغير على انك تبقى مدرس. وبعدين اول مره شفتك حسيت انك صاحبي. صاحبي؟ يا ريت. وليه لا؟ ايه ما بتردش ليه؟ لا ابدا، انا اول بس ما اتخرجت اتعينت في المدرسه على طول يعني. لا انا قصدي ليه ما بتردش عليا على اني حاسه انك صاحبي. وبعدين بقى الحمد لله على السلامه. ايه مش عارفه اشكرك ازاي يا مسيو. يا ستي يو ار ويلكم اني تايم. بجد انت انسان لطيف قوي، يا بخت الست اللي هتتجوزك. ميرسي. ايه ممكن ابوسك تاني؟ ليه؟ ما ينفعش وما يصحش. ممكن ابوسك بوسه في الهواء؟ باي باي يا احلى مسيو في الدنيا. مجنون. امتى الشتاء يجي بقى ونخلص من الخنقه اللي احنا فيها دي؟ يا ابني ما عادش في شتاء خلاص. فاكر واحنا صغيرين كنا بنلبس البلوفرات من اكتوبر؟ اه عارف. ولي امر قال لي مره ان حتى الشتاء تقلل بركته. اللي اقول لي ايه اخبار انجي؟ اهو يوم ولا اتنين بالكتير وهتيجي. انا بفكر اتجوزها. يا ريت يا احمد، انجي انسانه هايله. ما تتجوز انت كمان. انا؟ اه انت. ولا انت ناوي تتراهبني؟ يا ريت، وارتاح من الدنيا ومشاكلها. هي الكتكوته بتاعتك الصغيره لسه تعباك؟ مش عارف. هقول لك تاني يا ابني، لازم تنساها. التجربه دي مصيرها الفشل. عارف عارف، بس مش قادر. تفتكر هي حاسه بيه؟ حتى لو حاسه بيه يا ابني، دي لسه تلميذه. يعني الموضوع بالنسبه لها مش اكتر من نزوه، وهتفوق منها مع اول عيل حليوه تقابله في سنها. احمد ممكن